مرحبا بكم في دقيقة نسمعوا الحقيقة. والحقيقة اليوم هي أنه تنشرت هذه الأيامات في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ديال التلامذ اللي من حاضرين من أسر اللي ما فحالهاش، وجهوا من خلالها نداء لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر اللي هو سعيد أمزازي، وطالبوا الوزارة باش تلقى الحل للمشاكل ديالهم حيت ما عندهمش لا انترنت لا تليفونات ولا حتى تلفازة. اذا شنو هاد التلامذ راهم منقطعين على الدراسه بشكل تام حيت ما عندهمش امكانيات باش انهم يتابعوا الدراسه عن بعد. وبذلك قام عبد الملك عبابو اللي هو النائب الاول لرئيس الفيدراليه الوطنيه المغربيه لجمعيه الاباء، قام بمطالبه الوزاره باش تخصص جزء من الدعم اللي كيقدمه صندوق مكافحه وباء كورونا لفائده هاد التلامذ هادو. حصول دقيقه نسمعوا الحقيقة. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.